يعني دعني أستعير مصطلح أو تعريف مارتن كرامز، تحديد المصطلحات. صراحة في هذه الفرضية يجب أن نحدد المصطلحات في التحديد. بمعنى، أنا قلت لجنابك هذه الاستراتيجيات الحربية، الأولويات الحربية ليس لها علاقة بتغيير الرؤساء، هذا موضوع متعلق ب يعني الإدارة العسكرية الأمريكية، البنتاغون. فلذلك دخول دولة يعني حليفة المفروض لأمريكا، وأمريكا راعية للنظام العراقي في المعسكر الشرقي بشراء أسلحة تعتبر مهددة للأسلحة الأمريكية، هذا أمر خطر. يعني هذا أمر يستفز الإدارة الأمريكية، يعني يجعل العراق مستفزا. فلذلك أنا أعتقد، يعني قلت لجنابك، من حق العراق أن يفعل هذا، ولكن من حقه أيضا أن يفكر بأن هذا الأمر قد يخلق أزمة بينه وبين الحليفة أمريكا. يعني بالإضافة إلى أن روسيا، يعني الدور الروسي في العراق دور محدود جدا، يعني وليس إلا دور سياسي. العراق في عز أزمته مع داعش فضل أن يتحالف مع أمريكا والناتو ولم يتحالف مع روسيا، إذا تتذكر فترة العبادي. بمعنى أنه هو يدرك أنه يعني الاصطفافات الدولية، اصطفافات القوى العالمية هي في الجانب الأمريكي وليس في الجانب الروسي، فلذلك اتجه الأمريكيين الاتجاه الآن بشراء منظومة خطرة مثل S-400 من روسيا. هذا يسبب إشكالية كبيرة واستفزاز كبير لأمريكا، كما حصل مع تركيا في عطران. المأمور ليس متعلق ببايدن. نعم.